أول شيء أحب أشكر ABC Production على هالاستضافة الحلوة. أعرفكم بنفسي، اسمي عايشة علي، صاحبة حساب بني بنزل الحلويات، مقرنا الرئيسي في دبي. تميزنا أكثر شيء بالحلويات الغربية، خلنا إذا بتكلم عن طريق سوالف الكوكيز الكيك ولا الأشياء. أكثر شيء ميزنا طريقة تغليفنا، طريقة تقديمنا للمنتج للزبون، واللي اعتمدنا أكثر شيء إنه يكون له طابع خاص بالزبون. حالياً نحن نقدم أكثر من صنف من الحلويات. عندنا كمنتجات، إذا نتكلم على الكيك، عندنا الكيك السمبل العادي اللي هو يكون بدون، اللي تكون عامة اللي هو بدون حشوات، وعندنا الكيك اللي هو العيد الميلاد. يعتمد طبعاً على طلب الزبون، هل يحتاج حشوة معينة مثل الكيك، مثل الشوكليت بأنواعه، حشوات البيوري الفواكه بأنواعه. عامة احنا حشوات الفواكه عندنا هوم ميد، يعني ما اعتمد على المنتج الخارجي او البرودكت اللي ينباع بالمحلات. عندي ايضا عدد من الحلويات اللي هي تكون مصنعة منزليا تماما، من الكيك وحشوات البسكوت وحشوات الشوكولات. اذا حبيت اضيف من اكثر المنتجات رواجا في قائمة من يمزل الحلويات، اللي هي سان سيباستيان تشيز كيك، وايضا البراوني لانه يكون محشي بالبلجيوم شوكليت، فعندي بعد بالنسبه لي يعتبر جدا رائج بفضل رب العالمين الحمد لله وتوفيقه، ثم مساعده زوجي لي طول الوقت الحمد لله. الخطه المستقبليه اللي نفكر فيها اللي هي ان نفكر برا الصندوق، اذا اقدر اقول افتتاح كوفي شوب باذن الله، يعني مع المنتجات اللي قاعدين نوفرها، مع الكوكيز والكيك والأشياء الحلوة اللي قاعدين نوفرها، أبغي أضيف اللي هي المشروبات الساخنة، المشروبات الباردة، لأن في 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 منافسين، في يعني في أشياء قاعدة تطلع من أنواع المشروبات. حالياً أنا قاعدة أسويها كشغل داخلي، بس أبغي هالموضوع يطلع خارجي، أن تكون كخطة إن شاء الله مستقبلية. أحب طبعاً أوجه الشكر الجزيل لقائدتنا، التسهيلات اللي كانوا يقدمون لنا اياها، سواء يعني من بدايه الدائره، استخراج الرخص، كونك انت كمواطن، التسهيلات اللي قاعدين يعطونا اياها. قبل كانت الفكره انه صعب تبدا مشروع من المنزل، بس الحمد لله حين التسهيلات جدا متوفره للمواطن، فالموضوع صار الحمد لله في تيسير، في سهوله في الموضوع. تقدروا تتواصلوا معنا باذن الله تعالى عن طريق الواتساب او الاتصال، وعندي طبعا صفحه الانستغرام، التواصل بعد عن طريق المسجات الخاصة، وحياكم الله إن شاء الله في أي وقت.